السائل من ليبيا: ماذا يترتب علي إذا أنني أضعت الفجر عدة مرات لكون الوقت بين العشاء والصبح قصير؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول: يترتب عليك الاستغفار والتوبة والإقلاع عن الذنب الذي قارفته، وهو التسبب في فوات صلاة الفجر في المسجد. نعم.